عمر رضي الله عنه ورد عنه أثران أن الناس في زمانه صلوا مرة بإحدى عشرة ركعة مع أبي بن كعب، وأحيانا بثلاث وعشرين. حاول بعضهم أن يضاعف واحدة، يضاعف 23، لكنها طرقها أكثر من طريق يزيد، من طريق الأحد عشر. والدليل أن عمر نوع أنه رأى القوم يصلون من النهار من أول الليل 11 ركعة، أو مرة رأهم يصلون عفوا من الليل، فقال نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. ورواية الثانية أنهم كانوا يقومون في الثلث في آخر الليل يصلون ويتكئون على العصي من طول القيام، تكون على العصي من طول القيام وينصرفون قبل بزوغ الفجر، فدل على أن عمر صلى أحيانا، أو الصحابة في زمن صلوا أول الليل أحيانا وصلوا في آخر الليل أحيانا. العمل الذي عليه أهل المدينة في زمن مالك وعمر بن عبد العزيز، كانوا يصلون 39 كما رأيتم. ولما قيل لمالك ألا تخفف هذه الركعات، قال لا أدع شيئا رأيت الناس عليه. ما سبب هذا؟ الذي في مسجد رسول الله يؤم الناس يصلي خلفه آلاف آلاف، فكانوا يقللون في القراءة ويزيدون في عدد الركعات. وذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ثبت عنه أنه قال إذا صليت بالسورة ذات الآيات القصيرة فأقرأ نحو من 10 آيات. لكم تستغربون من هذا، يعني صليت مثلا الصفات والذاريات آيات قصيرة اقرأ نحو من 10 آيات، وإذا صليت في آيات سورة ذات آيات طويلة فأقرأ نحو من 5 آيات، اقرأ نحو من 5 آيات. فخمس آيات في الطويل من الطويل، ذلك الناس كثر خلفه فيحتاجون إلى ترويح، يحتاجون إلى ترويحه.